حمدان على البلد. بعد فشل المفاوضات بين النظام السوري ولجان محافظة درعا المركزية، دخلت مجموعات كبيرة من قوات النظام إلى أحياء درعا المحطة المواجهة لأحياء درعا البلد، وبدأت عمليات قصف بالصواريخ وقذائف الهاون استهدفت أحياء طريق السد والبحار ومخيم درعا والكرك، سقط خلالها العشرات من القتلى والجرحى من المدنيين. تزامن ذلك مع محاولات مستمرة لميليشيات الفرقة الرابعة منذ فجر الخميس التقدم من ثلاثة محاور نحو درعا البلد من مناطق النخلة وقصاد والقبة، وسط اشتباكات عنيفة ومقاومة كبيرة من قبل أبناء المنطقة. نعلن رفع الجاهزية كاملة لأي عمل عسكري على ميليشيا درعا. وردا على اقتحام أحياء درعا البلد وقصفها بالأسلحة الثقيلة، سيطر مقاتلون في بلدة صيدا بريف درعا على نقطة عسكرية تابعة للنظام في هجوم خاطف، كما سيطر أهالي مدينة الإحراك بريف درعا الشرقي على مفرزة المخابرات الجوية في المدينة. كذلك هاجم مسلحون خلال الساعات القليلة الماضية عددا من حواجز قوات النظام ونقاطه ومفارزه الأمنية، منها المركز الثقافي بمدينة جاسم الذي تتمركز فيه ميليشيا أمن الدولة، ومقر ميليشيا أمن الدولة بمدينة إنخل غربي درعا. وفي 25 من حزيران الماضي فرضت قوات النظام السوري والميليشيات التابعة لها حصارا خانقا على أحياء درعا البلد التي يقطنها أكثر من 40,000 نسمة، بعد رفض المعارضين السابقين من أبناء المنطقة تسليم السلاح الخفيف باعتباره مخالفا للاتفاق الذي تم بوساطة روسية قبل 3 أعوام، ونص على تسليم المعارضة السلاح الثقيل والمتوسط فقط وإبقاء السلاح الخفيف لديها. وفشلت المفاوضات بين الطرفين لإنهاء الحصار الذي فرضه النظام، وازداد الأمر تعقيداً برفعه سقف مطالبه وأبرزها التهجير القسري لعائلات من أحياء درعا البلد.